انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن نتنياهو لا يبذل ما يكفي من أجل الحصول على اتفاق خاص بالرهائن في غزة ولوقف إطلاق النار. تصريحات بايدن جاءت قبيل اجتماع حاسم مع نائب الرئيس هاريس وفريق الأمن القومي لتحديد استراتيجية الدفع بالصفقة النهائية بعد مقتل 6 رهائن على يد حماس. وجاء في بيان للبيت الأبيض عن الاجتماع أن المجموعة تناقشت الخطوات التالية في الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك مواصلة المشاورات مع الوسطاء المشاركين قطر ومصر. وكشف موقع أكسيس اليوم أن الرئيس الأمريكي يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين ولوقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت القاهرة الإخبارية. ينضم إلينا هاتفيا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي يا فندم. أهلا بك. تعتقد أن الطرح الأخير للرئيس الأمريكي كما أسماه الطرح الأخير يمكن أن يأتي بجديد، ويمكن أن يكون هناك تحول في موقف نتنياهو؟ هو بالتأكيد طبعا هو لن يكون الأخير، لكن طبعا الإدارة الأمريكية تريد أن تحلي مسؤوليتها لاعتبارات متعلقة ب نمط العلاقة المصرية الأمريكية الإسرائيلية. طبعا كان هناك أحد الرهائن الأمريكيين، وهناك عدد من الرهائن بالمناسبة آخرين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وبالتالي في جزء مما يجري الآن هو مرتبط بالجمهور الأمريكي والرأي العام الأمريكي ومصداقية الحزب الديمقراطي في التعامل مع الملف، وليس فقط مرتبط بالصفقة أو الإفراج، لأنه الإدارة الأمريكية الآن تتحدث عن صفقة محدودة وتجزئة المجزة أصلا بشأن الإفراج عن المعتقل المحتجزين مقابل الأسرى. هذا أمر يعني يدعو إلى طرح تساؤلات متعلقة بطبيعة الدور الأمريكي ومصداقيته، لأنه الإدارة الأمريكية وتصريحات الرئيس جو بايدن تصريحات جيدة وتفهم في سياقها، لكنها تأتي في يعني في الساعات الأخيرة، لا أريد، لأنه عدة أشهر لم تحسم المواجهة. كان يمكن للإدارة الأمريكية أنها تحسم الأمر وتترجم الأقوال إلى أفعال، لأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أطلقها أمس تصريحات غير مسؤولة ولا تنم عن أي رؤية لعملية التهدئة أو حتى الدخول أو الخراط في مفاوضات جادة. الرئيس الوزراء يواجه الجميع اليوم، الجمهور الإسرائيلي، ويخاطب بطبيعة الحال كل الأطراف المعنية وماضي في طريقه، وبالتالي الضغط الامريكي يجب ان يتضمن حضرتك اليات مباشره وادوات للتاثير، بالاضافه طبعا الى اعاده الثقه في الوسيط الامريكي، لان بدون هذا لا اعتقد الوقت سيسع في الاداره الامريكيه للانخراط في شيء. كنا نتحدث عن صفقه شامله وترتيبات واجراءات ومقترح امريكي تم تعديله والتحفظ عليه من قبل الطرفين، اليوم نتحدث عن صفقه محدوده، موضوع افراج عن عدد من المحتجزين والاسرى، هذا هو المطروح الان، وبالتالي يجب ان تكون هناك ادوات واليات وتدابير مباشره للضغط على الحكومه الاسرائيليه، لاننا نتحدث في النهايه ليس مع شخص، يعني بصرف النظر عن وضعه كرئيس وزراء اسرائيل في هذا التوقيت. دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه، اشكرك شكرا جزيلا.